تكون بين الاهلي والزمالك وكل الانديه مع بعضيها واللعيبه مع بعضيها. مباراه القمه كشفت عن لقطه مهمه جدا اثارت جدل كبير. وليد سليمان طلع في جنب عالي مع عبد الشافي، الاثنين اتعوروا. وليد اتعور في صدره بكدمه شديده غاب عليها عن التمرين يومين وما قدرش يلعب مباراه الجون امبارح. توصيف الواقعه وليد سليمان طلع لعب الكره وارتطم به عبد الشافي. كان نتيجه هذا هذا الارتطام وليد اتعور في صدره وعبد الشافي شفاه الله وعافاه اتعور في طبعا كتفه. ده لعيب محترم ونتمنى له الشفاء. انسان محترم يعني، ربنا ان شاء الله يعجل له الشفاء ويرجع للملاعب بقوه باذن الله. هو كابتن وليد عمل جراحه في الترقوه، زار وليد سليمان لغايه كده. احنا بنتكلم على علاقات رياضيه رائعه جدا. سيبنا برضو انه يطلع نادي الزمالك على لسان رئيس النادي ويقول زياره وليد مرفوضه واعتذاره مرفوض. كلام غريب في اطار الحرص على الروح الرياضيه، كلام مش مكانه ده خالص، لان احنا عايزين نزكي بين اللعيبه وبين كل اطراف اللعبه الحفاظ على الروح الرياضيه. الخطا وارد، لكن هل وليد تعمد الاصابه؟ هل وليد سليمان شرير الى هذا الحد اللي قاله الزميل صبحي عبد السلام في قناه الزمالك؟ الكلام اللي قاله الكابتن وليد سليمان بعد زياره محمد عبد الشافي، والله انا شايف انه جنابه الصواب. يعني هو زي ما يكون حد كده عمل تورتايه وراح رشش عليها في الاخر تراب، طبعا بان غير مقبول. ويبدو ان العدوى انتقلت من بنات الكابتن محمود الخطيب لباقي الفئه، فمش هيبقى باين مجلس اداره بس، كل مشكله بعد كده في النادي الاهلي لاي لاعب او عامل غرفه ملابس هتلاقيه بيطلع بيان. اللي عمله ده جريمه، مش اللي عمله في حق عبد الشافي، اللي عمله في حق خمس لاعبين بطل منهم ثلاث اربع لعيبه كوره ما بين كسر ترقوه واثنين رباط صليبي وفيهم محمد محمود لاعب في النادي الاهلي ولاعيب كسر مضاعف في الرجل. عارف كسر مضاعف يعني يا احمد؟ زي عود القصب كده، فاهم؟ فده لعيب اصلا مؤذي جدا، انا بطالب باستبعاده. وهشام شحاته وهشام كل اللي انا بقول لك، لو مش بذكر الاسماء بذكر الحالات. يا انا بطالب باستبعاد وليد وعدد الناس اللي اعتقد ان هم ضحايا وليد، وان وليد القاسي او الشيطان ده كسر رجل الراجل كده. يعني راجل مين؟ احد اللاعبين. اللاعب بتاع سكندري. ما طلع الراجل واتكلم. طيب بس الاول انا عايز اقول ايه. ما هو انت، هو وليد طلع خبط حد بالكوع وفتح دماغه وجاب جولين. هو وليد داس على رجل شوقي السعيد وطلع قال انا اتعمدت. ده في الماتش ده باسم مرسي خبط سعد سمير كوع فتح وشه وجاب جول ايه بعد ما ترنح. يعني وشوقي سعيد طلع قال ايوه اتعمدت اضرب. هورهولك وليد سليمان، هورهولك منهجيه ملك وكتابه. انت وجهت اتهام، انت ذكرت اسماء، انت وصفتهم ان هم دول ضحايا وليد سليمان. المساله قاسيه جدا على فكره، عشان توجه اتهام انه اللاعب ده بطل فلان لعب الكوره واصاب فلان، ده تقريبا تدخل في نطاق الجناية. إن حد يتعمد إصابة واحد بكسر يحدث له عاهة أو يمنعه من ممارسة نشاطه دي جناية. هذا الجاني الكبير وليد سليمان المجني عليهم اتكلموا. اللعيبة اللي ذكرهم الزميل، اهتم الزميل العزيز مهيب عبد الهادي في الام بي سي إنه يجمع اعترافاتهم. إيه اللي حصل لكم من وليد سليمان؟ قولوا لي وليد سليمان تعمد اصابتكم ازاي وكانت دي النتيجه. اللعيبه اللي وليد سليمان يعني حصل معاهم اصابات مع وليد قالوا ايه على وليد سليمان؟ لان في ناس بيستندوا ان وليد سليمان دخل مع لعيبه كتير جدا وحصل لهم اصابات كتيره جدا، وقال لك ان يعني خلاص احنا مش هنسكت بعد النهارده على الاصابات اللي بتحصل من طرف وليد سليمان. مش عارف، نسمع هشام شحاته. هشام شحاته ده احد اللعيبه اللي كان فيه برضه تداخل بينه وبين وليد سليمان، واللاعب نفسه قال ايه على وليد سليمان. اتفضل يا حسني. حابب اوضح للناس حاجه بخصوص موضوع الكابتن وليد سليمان. احنا كلنا اخوات واصحاب بره الكوره، ومفيش حد بيحب الاذيه لحد ولا حد بيباصد انه يأذي حد، يعني كلنا اخوات واصحاب، والموضوع بيخلص مجرد ما بنتكلم او نتقابل الموضوع بيخلص، ومفيش حد قصده انه يأذي حد.
فانا بس حابب اوضح للناس ان ده حماس ملعب مش اكتر، وان كابتن وليد ما بيبقاش قصده ان هو يأذي حد، وان الكرة فيها كده فيها التحامات وفيها يعني، فما فيش حد بيبقى قصده ان هو يأذي حد. وانا الحمد لله موجود وبلعب في نادي الانتاج الحربي وموجود، وانا وكابتن وليد اصحاب وزمايل وما فيش حاجه بس يعني. فانا حابب اوضح للناس بس النقطه دي، انه ما فيش حد بيحب قصده ان هو يأذي حد في الكوره. الراجل اللي اتصاب قال لك مفيش حد يقصد ان هو يأذي حد في الكوره. طيب ده هشام شحاته لاعب الاتحاد السكندري وكان وقت الاصابه دلوقتي بيلعب في الانتاج الحربي. نروح لمحمود رمضان اللاعب الاسيوطي اسابق، قال ايه على وليد سليمان؟ اتفضل. وليد سليمان من اللعيبه اللي هي المحترمه جدا والمؤدبه. الفتره اللي فاتت كان في حمله كبيره جدا عليه، هو لعيب مش مؤذي خالص. انا لعبت عليه اكتر من مباراه مع الاتحاد السكندري ومع الجونه ومع المنيا ومع الاسيوطي. يمكن كان انا راجل بحكم ان انا مدافع، انا كنت بعمل عليه تدخلات قويه جدا، هو ما كانش بيزعل خالص، وبالعكس ده هو في ماتش الاسيوطي اللي حصل ما بيننا دخل جوه اوضه اللبس واعتذر للعيبه وما كانش في اي خلاف ما بيننا خالص، بل بالعكس هو من الناس المحترمه جدا. هو ممكن يكون بيلعب بحماس وبقوه لان هو بيحب النادي الاهلي قوي، فهو الراجل من الشخصيات الجميله والشخصيات المحترمه. اتمنى بس من الناس ان هي تهدى عليه شويه، ولان هو لعيب كبير واسم كبير وتاريخ كبير، لعيب في النادي الاهلي ولعيب منتخب مصر. بقول له ربنا يوفقك، وانا شايف ان هو لعيب مش مؤذي خالص خالص، بل بالعكس هو راجل بيلعب على الكوره، بيلعب بقوه، بيلعب بحماس. انا شايف ان الحمله تهدى عليه شويه اللي هي اللي موجوده، بقول له ان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله. محمود رمضان لاعب الاسيوطي اصلا. ولو جبنا صورة كمان بقى يا جماعة، اعرضوا لي صورة عبد الشافي ووليد بيزوره، عشان بس كملنا الناس اللي أصيبوا من وليد سليمان وقالوا قالوا إيه عليه واتكلموا عليه وقالوا إيه. أدي أهو عبد الشافي بيضحك. والله يا جماعة ما في لعيب هيأذي لعيب، ده دي قواعد كرة القدم. إحنا ما بندافعش عن وليد لأن بندافع عنه الحياة، لكن بندافع عن الأمانة والمسؤولية. منتهى الخطأ والخطورة انك تتهم لاعب انه بيرتكب جنايات في الملاعب بهذا الشكل وانت تعرف انه القائمين على الامر المجني عليهم بيكذبوا الكلام ده، بيكذبوا الكلام ده بشكل واضح وصريح. شفنا مهيب جاب مين؟ حسام حسن مهاجم النادي المصري، واحد من اللي ورد ذكره في ضحايا الحاوي. نشوف. انا ما اعرفش اذا كان الكابتن وليد سليمان كان قصده ان هو يعورني ولا لا، وانا مش هخش جوه نيه وليد سليمان وجوه نيه كل لعيب اعرف هو التدخل بتاعه ده كان مقصود ولا مش مقصود. كل واحد بيلعب في نادي وبيلعب في كيان بيموت نفسه عشان الكيان بتاعه وبيموت نفسه عشان النادي بتاعه، وده مش دفاعا عن وليد سليمان، انا ما بدافعش عنه. هو الراجل بعد الماتش اتصل بيا اعتذر لي وما عنديش مشكله، وانا يعني انا بتربطني علاقه احترام بيني وبين وليد سليمان اللي هو راجل بشوفه في اي مناسبه بسلم عليه وعامل ايه، وفي عرف الكوره الراجل ده كابتني وراجل لعب قبلي في الدوري وراجل بيلعب في النادي الاهلي وراجل ليه اسمه وكل حاجه. انما انا مفيش بيني وبينه صحوبيه، يعني احنا مش صحاب بره الكوره قوي يعني عشان اطلع ادافع عنه، ولا احنا اعداء علشان اطلع انتقده وابقى متغاظ منه بقى واطلع اقول ان الراجل ده سبب في اصابتي وسبب ان هو يعطلني ويعطل مسيرتي. لا، انا الحمد لله انا اصلا ما جاليش رباط صليبي، يعني انا اساسا ما اتصبتش بالرباط الصليبي عمري في حياتي الحمد لله. قال لك ما اتصبتش اساسا بالرباط الصليبي. هم اي واحد عمل معاه فاول يعني، اصل موضوع وليد سليمان لو عارف طلع ليه كان جه لحظة كتر الكلام على عنف الكابتن طارق حامد، وابتدت الناس يعني تدلل على عنف الكابتن طارق حامد، فجاء الرد. ركزوا بقى مع وليد اللي نفسه أطول الحقيقة، قدر ينسينا الموضوع الأصلي والتركيز كله مع الكابتن وليد. قصة الكابتن تاني يا ريت تجيبوا لنا اللقطة اللي اتعور فيها الكابتن عبد الشافي ده. كابتن وليد طلع ولمس الكرة الاول، كابتن عبد الشافي بينط معاه والاثنين اتعوروا، بس حظ الكابتن عبد الشافي ان ترقوع عنده اتكسرت والتاني خد الكدمه. وبعدين هو الكابتن وليد يعني ما هوش يعني تعرف ليستون يعني ولا ميدو، لما بعت اللقطه للحكم الانجليزي في برنامجه على اساس يبقى يتشاف ايه خطا وليد،
قال لك ما فيهاش اي خطا، ما فيهاش اي تعمد لاي ولا فاول ولا فاول. ده مجرد الاثنين في طلعه كوره عاديه جدا نتج عنها ان ده اصيب وده اصيب، دي بتاعه ربنا ودي الاصابه. لو عايزين نجيب اللقطه لكن يجهزوها لنا. لكن فكره يا جماعه انه ما حدش بيتعمد ياذي، شفتوا كل اللعيبه اللي اتكلمت مش بس بتبرأ وليد، بتبرأ بقيه اللاعبين انه ما حدش بيتعمد ياذي. لكن حد سمع حد يعترض على لاعب نطق بلسانه انه تعمد ياذي وليد سليمان؟ بعظمه لسانه اعترف شوقي السعيد. تعمدت ايذاء وليد سليمان في قمه الاهلي والزمالك بنهائي كاس مصر؟ نعم. نعم؟ ليه؟ ضربته قصد. ليه؟ غلط فيا وكلمت اكتر من مره، قلت له يعني رجعت اكتر من مره، وهو برضه اصر ان هو يعني مستفزني ان هو بيغلط، وقلت للكابتن حسام غالي والكابتن حسام كلمه يا ده موضوع، وخليته بيرفع الكره دخلت في انكر رجله. انت ممكن كنت تبطله. اصل الشتيمه صعب والله. طب والموضوع خلص ما بينكم ولا ما؟ لا خلاص، ما بعد الماتش خلاص الموضوع انتهى. بعد الماتش الموضوع انتهى. طب لو كنا نفترض مثلا وكان حصل واتصاب اصابه ممكن يبطل فيها كوره؟ ما انت النهارده ما تستفزنيش وتبقى تقول لي يعني رد فعلي ايه. انا فاكر الماتش ده بتاع الكاس خسرناه، تم كان ابرز اثنين في الفرقه بالمعنى الحرفي سعد سمير، كابتن سعد سمير وكابتن وليد، واحد في اتجاه الهجوم واحد في اتجاه الدفاع. تم اصابه متعمده بضربه كوع موجهه شجت راس سعد سمير، ولو انا عندي الصوره هدور عليها هوري لك رجل الكابتن وليد. ايه اللي حصل لها من الضربه المتعمده لما فرك رجله بالاستاد؟ صحيح عندنا الصوره، انكر رجله وبقى المره الجايه نجيبها. وهو بيقول لك انا تعمدت، خلاص بقى ما حدش يطلع ده، هو بيقول لك لا انا تعمدت عشان انا وبطلوا كوره. بطلوا كوره. انا قلت شغل فتواني مره واثنين اقول له اتلم يعني بقول لك عشان شتمني او قال لي لفظ. يعني بطلوا كوره واخد بالك. وده الماتش كان اتحقق الهدف، انت خلصت على القوه الدفاعيه والقوه الهجوميه فطبيعي تكسب، ده اسلوب، ده منهج ازاي تفوز بالمباراه. يعني كان منهجا لان كان دي مباراه عكس التيار، كان الاهلي متفوق جدا ودي مباراه عكس، فازاي ترهب وترعب بقى؟ كانت واضح انك تنزل تعمل ايه في الملعب يعني. فادي اعترافه من المباراه نفسها، مش يروح بقى يلاقي على ناس ثانيه ادور على لعيبه ثانيه. لا ده نفس اللاعب نفس الكابتن وليد سليمان. وبعدين يا جماعه دعونا كلنا نتوقف عن هذا الامر، لان الحقيقه ليس من المصلحه ان احنا نفضل نشهر في هذا الشأن وفي هذا الاتجاه. احنا على فكرة لو ان التحكيم بينفذ القانون فعلا، اللي يضرب كوعي يطرد، اللي في ماتش الاهلي والزمالك الاخراني ده والفار ومش الفار، اللي الفار راح يتكلم على ديانج في كورة الاتنين دخلوا في بعض فيها، بس رجل ديانج كانت مرفوعة فاستحق الانذار والطرد. لكن يعني معانا كرة اهي، هي دي ولا هي؟ لا يعني، فإنما لما تشوف بقى الكابتن الناشئ اللي جاب فينا جون، اللعيب كويس اسمه ايه بتاع الزمالك؟ أسامة فيصل. أسامة فيصل، شوف أسامة فيصل قبل ما يجيب الجون عمل ايه، الدخلة العنيفة اللي مع ايمن اشرف. ايمن اشرف، وشوف وعلى فكره الحكم وقف اللعب فيها وشكله كان في كونكشن له مع الفار، كان في اتصال لانه فضل يسمع وتجاهل وصمم على انه يكتفي بالانذار، واحنا عارفين ان بروتوكول الفار انه مش هيخطره الا لو في طرد، مش هيتدخل الا لو في طرد. ومع هذا الحكم الكرواتي ابو اجنده حط صباعه على ودنه وما رضيش يطرد، مرضيش يستجيب للفار، على فكره اكتفى بكارت اصفر. احنا قلنا الحكم عنده اجنده. ما قلناش اللجنه ولا طبعا الحكم يعني ممكن الاجنده من دماغه هو، ممكن الاجنده حد كان قال له حاجه سمعها وجاي يعني احنا ما جبناش سيره اللجنه خالص. صحيح ده بالعكس، احنا عشان اللجنه
ربنا يوفقها باذن الله في فيما هو آت. لازم تخلي بالها يعني لو فوق مين؟ طب استنى، لو لقينا الماتش جاي مع بيراميد الحكم ده جاي ايه نعمل ايه بقى؟ نسيب البلد ونمشي يعني ما احنا ضروري هنعلق فاحنا ما يعني لا يسعدنا اطلاقا ان احنا نقول هذا الكلام، ولكن لما بنشوف الملعب يعني هنكذب عينينا بقى ونكذب بما فيها خبراء التحكيم اللي هم مسؤولين عن التحكيم انه في كان في سواء داخل مصر او خارج مصر يعني مش جمال الشريف قال لك ازاي انا مش عارف ازاي حكم ما يحسبش يعني يا كابتن وجيه كل علامات الاستفهام وبعدين ايه بقى مش ان انت اللي عندك عشان اجنده نغسل. ولا الاستاذ عمرو الجناني عنده اجنده بص بقى انما الحكم لا التبرير بقى اللي يغيظك يقول لك اصلها من بره فاول قال انا طلعت ونزلت باللعيب جوه خلاص اللعبه حسن في مع كومان في هولندا ايه وكابتن وائل جمعه كان في ماتش سموحه اظن وخد رجل اللعيب ودخل بيه لحد جوه مقاولين ولا كان مش عارف مين مقاولين. يعني ولا كان طلع الجيش طيب وليد سليمان شوقي السعيد انتوا سمعتوه بعظمه لسانه قال لك هبطلوا كوره شايفين دي رجل انسان هي الشوارد ده شايفين دي رجل انسان دي مش رجل فيل دي رجل وليد سليمان في ماتش اللي تقريبا شوقي السعيد خلاها ادخل من جسم وليد كلها في مباراه اللاعب نفسه بيعترف انه عمل كده متعمد الاذيه شلتوها بسرعه يعني ليه هل 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 اصابات هل اصابات هل اصابات عايزين نشوفها تاني بامعان عشان تشوف التهتك في الانسجه شوف المنظر عامل ازاي واللعيب اعترف انه كان يتعامل دي رجل لاعب كان بيلعب في الملعب انتم متخيلين كان المقصود بيه ايه دي رجل فيل ولا رجل الحاوي رجل الفيل ولا رجل لاعب دي رجل لاعب تعرض لاذى اللي ارتكبه قال انا تعمدت وهبطله كوره ومحدش حاسبه يا اللي بتتكلموا على الروح الرياضيه يا اللي بتتكلموا على الانضباط يا اللي بتتكلموا على احترام السلوك الرياضي حد طلع حاسب لاعب على مصيبه زي كده لو هو من الاهلي او من الزمالك او من الاسماعيلي او من اي نادي لما يطلع لي لاعب يقول لي انا تعمدت الايذاء وهبطله ايه السكوت على الشر ده كله ايه استسهال مثل هذه الخروقات العنيفه قوي بين اللعيبه مع بعضيها عشان اجي حاسب اقول فلان وجاله رباط صليبي يطلع الراجل حسام حسن يقول لك انا اصلا ما جانيش رباط صليبي مش عارف اللاعب المصري يطلعوا كلهم يقولوا لا عمر وليد ما تعمد ايذائنا وتسكتوا على رجل الفيل بالشكل ده وتسكتوا على تصريح لاعب بالعنف ده كله لكن ليه وليد سليمان في الفتره اللي فاتت بقى ايقونه شويه مش بس عند الجماهير الاهلي عند كل الناس اللي بدات تتكلم على انحصار منسوب الانتماء في الملاعب تراجعت قيمه الانتماء ناس كتيره جاريا وراء الفلوس بدات تضحي باي حاجه وليد لما حان ميعاد التجديد في دقيقه ونص قال لك اللي النادي الاهلي عايزه انا هعمله عشان كده ما دام في لاعب لسه متمسك بالخير ولسه عنده حرص على شرف الانتماء وعلى قيم الانتماء لازم أن يستهدف مش هنسيب لكم واحد كويس اتقالت مش هنسيب للاهلي لعيب مميز اتقالت يعني ده اتقال لكن واحنا بنحافظ على سلوكيات اللعيبه مع بعض على لعيبه الاهلي مع لعيبه الزمالك على الاهلي مع الاسماعيلي مع الاتحاد مع كل الانديه احنا هدفنا واضح وثابت لو في خطا من لعيب في النادي الاهلي هنلومه لو في خرق للسلوك الرياضي هنكون بكل الامانه ضده بس نتكلم بالعقل والمنطق وبعظمه لسانه مش بالادعاء على ذكر وليد سليمان والانتماء وحكايه اصله مش ابن النادي كابتن احمد شوبير استضاف الكابتن شادي محمد امبارح تقريبا او اول امبارح وكان